حابكم فيديو جديد على القناة ديالي اللي غادي نشارك معكم فيه شوربة البطاطس اللي كانت جديدة بزاف واللي كنتمنى انكم تشربوها وتردوا عليا الخبر في التعليقات. فقبل ما نتعرفوا على مقادير هاد الشوربة هادي، اللي مازال ما اشتركش معايا في القناة يدخل يشترك، يضغط على زر الاشتراك، يفعل جرس الاشعارات باش تكون مصمم ينزل اي جديد تكونوا نتوما اول واحدين كتوصلوا به. اذا بسم الله على بركة الله لنبدا. بالنسبه للمقادير مشاهدي الكرام، غادي نحتاجوا 4 ديال البطاطات، بصله واحده، القزبر. بالنسبه للعطريه هنايا عملت الابزار سكينشبير الخرقوم السوداني. غادي نحتاج ضما ديال كنور بنكهه الدجاج، جوج الكيسان كبار ديال الماء، زيت المائده. ملي غادي تطيب الشوربه ديالنا غادي ندوروها بجوج ديال البيضات مع جوج القطع ديال الباشكيل.
حبايب قلبي، هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا. زينتها بشويه ديال القزبر ورفقتها بشويه ديال التمر والشباكيه. نتلاقاكم باذن الله تعالى في فيديو قادم. خليت لكم الراحه. صيام مقبول، فطور شهي. السلام عليكم.